التحية متجددة مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، وتواصلنا يستمر عشاق الأصالة شوطنا الرابع عشر الخاص بمنافسة الإبكار الإيداع المهجنات الأصايل. نبدأ بمقدمة الشوط ونتابع شدايد اللي على المركز الأول عبد الله بن مبارك بن حمود المنصوري، بينما نقلتنا على المركز الثاني وهذه معاني مبارك بن سلطان بن تريم الاكتبي، والمركز الثالث هذه الشايبة لراشد بن حمد بن يوعان الشامسي، بينما في رابع التحديات بلقى هنا أيضا الظفرة مطر بن غدير بن حمد الدرعي، والمركز الخامس أوصلت الشهامة محمد بن خلفان الهاملي، واصل الآن ليحتل المركز الخامس، بينما في سادس المراكز الاتحادية غانم بن مسفر بالقوبع المنصوري يتقدم على سادس المراكز، بينما في المركز السابع هذه متعبة مبخوت بن أحمد بن حربي العامري، والمركز الثامن هذه مليحة محمد بن مسلم الطرشوم العامري، وتاسع المراكز بنلقى شنذارة شاهين بن عبيد بن شاهين المرر، وعاشر المراكز هذه هي صايلة عبد الله بن خميس بن خليفة بن شلبوت الخيلي. هكذا مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام النتيجة للعشر المراكز الأولى، وفينا لمسامعكم هذه الأسامي وهذه الشعارات المندفعة الباحثة عن ناموس هذا الشوط. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول إلى البداية الأولى، وهناك أشوف الظفرة اللي غادمة من المصانع الجنوبية مع هذه الانطلاقة تتقدم بشعار مطر بن غدير بن حمد الدرعي اللي تبحث عن الفوز اللي تبحث عن الانتصار، بينما في المركز الثاني الاتحادية لغانم بن مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري، متابعة مطر بن غانم اللي يتابع هذا الانطلاق. المركز الثالث
المركز الثالث اشوف هناك ايضا الساري محمد بن خليفة بن درويش الفلاسي اول لدى لها بالفعل اللي بدأت الان تغير من المراكز الخلفية بدأ يحط عينه هناك الى الامام الى الغمة ومن بغى الغمة دائما يسجل حضور في المنافسات. المركز الرابع المركز الرابع الله شوف اللي جاي شوف اللي واصله هذه هي الان الشبابية الشبابية سلالة الشباب يا مرحبا يا مرحبا بسلالة اسد الميادين اللي قادمة هلان مع المركز الرابع هذه هي لتعاونكية راشد بن حمد بن يوعان الشامسي بينما في المركز الخامس بطره 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 احمد بن سالم بن عيد المهيري يقدم لنا بطره 1200 يا راعي بطره 1200 المتبقي عن خط النهاية عن الفوز عن الانتصار لكن هنا لكن الاتحادية وفي القوة وفي ايضا وفي الاتحاد قوة يا راعي الاتحادية روح يا بمسك الروح اهالي رد الشبا اهالي رد الشبا ينتظرون السلامات ينتظرون السلامات من خلال هذه السيطرة المركز الثاني المركز الثاني روح يا علي روح هناك خلنا في المقدمة مع هذه الانطلاقة المركز الثاني هذه السارية محمد بن خليفة بن درويش الفلاسي لكن الشبابية الشبابية الله يا سلام يا سلام راشد بن حمد بن يوعان الشامسي المركز الرابع المركز الرابع هذه بطلة احمد بن سالم بن عيد المهيري قادمة مع المركز الرابع ولكن اشوف اللي جاي هناك اللي واصل الذيبة محمد بن شطيط بن راشد الاكتبي يتقدم مع هذه المنافسة الامتار الاخيرة الامتار الاخيرة الله وغيرت بطرة غيرت بطرة ما شاء الله الف ما شاء الله وتبارك الله شوف النوعية شوف النوعية المتميزة عون ولون الله مشكور 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 يا احمد يا بن سالم يا بن عيد يا المهيري على تقديم هذه النوعية اللي تطفي الميدان طيب الفعل بإثارة عون ولون شكل ودام متميز لحظة وصولها الى خط النهاية محقق الفوز محقق الانتصار تهانينا لاحمد بن سالم بن عيد المهيري على فوز بطرة اللي بطرت بناموس هذا الشوط المركز الثاني وصلت الاتحادية غانب مستمر بالقوبع الشبابية في المركز الثالث وصلت مشاهدي الأعزاء بشعار راشد بن حمد بن يوعان الشامسي التوقيت الزمني 7:42 ثانية تهانينا والناموس.